مرجع، في الأصول له مرجع، في الزهد له مرجع، في المواعظ له مرجع. أمر موسوعة عجيبة هذا الرجل رحمة الله عليه. بدأ الوعظ وهو ابن 10 سنين، كان يحضر مجلسه 100,000 إنسان، تابع على يديه 100,000 رجل، أسلم على يديه أكثر 100,000، تجاوزت مؤلفاته 300 مؤلف. عمر بن العزيز رضي الله عنه قبل الخلافة ماذا كان؟ عمر شاب مترف، قصات خاصة، مشية خاصة تسمى المشية العمرية، تقلده بنات قريش في مشيته، تسمى المشية العمرية. مترف، كان إذا سقط رداءه ما يتنازل أن يشيله من الأرض، كبريان. فماذا أصبح؟ ماذا أصبح من عزيز؟ زاهد القرن الثاني للهجرة، وسبب استيقاظه كلمة لمزاحم مولاه. سجن الرجل فتجاوز في المدة، فذكره مزاحم أن يخرج الرجل، قال لا حتى أبلغ منه الاحتياط. فقال له مزاحم أحذرك من ليلة صبيحتها يوم القيامة. فاستيقظ وعلم بالأمر وخط خطا آخر. منذ تلك اللحظة أصبح عمر عمر آخر. عندما استلم الخلافة ذهب إلى زوجته فاطمة وقال: يا فاطمة، ليس لي بعد اليوم شأن بالنساء، أخيرك بين أمرين، إما أن تبقين معي ولا أقربك، وإما أن تذهبين إلى بيت أبيك. إما أن تبقي مالك ترجعيه إلى بيت المسلمين، بيت المال المسلمين، أو تختاريني أنا، إما المال أو أنا. قالت: بل أختارك أنت يا أمير المؤمنين. ذهبت ابنته الصغيرة عندها قرط، قالت: يا أبتي، ابحث لي عن أختي أو أخوه حتى أضعه في أذني. فأربعث لها جمرة من النار، قال: يا ابنتي، إذا استطعت أن تضعي هذه الجمرة في أذنك سأتي لك بأختها. عمر بن العزيز يأتي له رجل إذا يسأله مسألة بالليل وهو يضيء المصباح أو الشمعة، قال: هذه المسألة أخاصتم بأمور المسلمين أم بأمر شخصي؟ قال: بأمر شخصي. فأطفل النار. قال: لا يجوز استخدم مال المسلمين في القضايا الشخصية. كان يمشي مع صاحبه أو صديقه أسلم، وكان أناس ينامون في الطريق، فتعثر في رجل أحدهم فاستيقظ النام وقال: أنت مجنون؟ قال: لا، ومضى. فأراد أسلم يضربه: أتقول هذا الأمير المؤمنين؟ قال: دعه، إنما سألني وأجبته، أنت مجنون؟ أنا مو مجنون، انتهى خلاص. أنت قال مو مجنون، انتهى خلاص، راح. نعم، الحكومة تقول باقي دقيقتين. طيب، احنا نسرع بسرعة، نمشي بسرعة. أبو بكر الأنباري أحد كبار علماء الأمة، أحد علماء اللغة والقراءات في القرن الثالث الهجري، يملي على الطلبة من حفظه، يحفظ 300,000 بيت شواهد القرآن. 300,000 يا أخوان يا أخوات، بيت شعر شواهد القرآن. يحفظ 120 تفسير بأسانيدها ومتونها. له الكثير من الكتب، أحدها غريب القرآن في 100 مجلد. وانظروا معي إلى الشاشة المفاجأة، كان يقرأ ويكتب ويحفظ كل أسبوع 10,000 ورقة. نماذج من الأمة، همم عالية نتصاغر أمامهم وأمام هممهم. الإمام السرخسي من علماء القرن الخامس، سجنه أمير خراسان في جب، في بئر أو جب، فجعله الطلبة يطلبون منه أن يعلمهم، فأملى عليهم كتابه المبسوط وهو في البئر من حافظته على تلميذ وهو في الجب، طبع المبسوط في 31 مجلد، وهو يملي عليهم من حفظه من غير مراجع من غير أي شيء. أخواني الأحبة، أخواتي الفاضلات، هذه إلمامة سريعة جدا وجولة في همم الرواحل. أمامنا خيارين، إما أن نختار
أن نقتفي آثار هؤلاء القمم، وإما نختار أن نخلد إلى الأرض ونتبع طريق الكسالى والميتين. هذه الحياة لا تقدر إلا الأقوياء، لا يقدر إلا القوي، الضعيف ليس له مكان في هذه الحياة. يأكل ويشرب كما تأكل الأنعام والسائمة، يموت كما يموتون، ولكن الأقوياء العظماء يصنعون التاريخ ويتركون البصمات ويتركون الآثار ليستمر الأجر حتى بعد وفاتهم. إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وأن أزعم وثقتي بالله كبيرة أن يكون الجميع من أصحاب الهمم العالية، همم الرواحل. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله أستاذنا كل خير إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناته، ونسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أنه يعني يجعلنا من الذين يتبعون القول، يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله. إحنا عندنا بس 5 minutes، خمس دقائق. أي حد عنده أسئلة إن شاء الله نبدأ نجيب عليها. السؤال الأول، السلام عليكم، ذكرت أمثلة كثيرة في رواحل الصحابة والتابعين، هل لك أن تذكرنا ببعض رواحل عصرنا وأهمية معاملة الأطفال كشباب ورجال، متى يكون ذلك؟ شيخنا تفضل. يعني تذكر عصرنا الحالي. عاوزين أمثلة من لا شك أخوتي الأحبة أخوات الفضلات، الوقت ضيق جدا، لأن قضية الهمم يتكلم بها شهور طويلة وليس في ساعة واحدة، ولكن فضل تعالى الحركة الإسلام تعج بأمثلة ونماذج للهمم العظيمة التي بنت، وما أنتم هنا إلا نتاج لهذه الأعمال العظيمة التي جاءت إلى أمريكا في بداية 70s وأنشأوا الحركة الإسلامية، وأنتم ما أنتم إلا نتيجة لهذه الحركة المباركة من أصحاب همم الرواحل الذي جاءوا في أمريكا، وكذلك الحال في أوروبا، وكذلك الحال في العالم كله. إنما نتاج هذه الصحوة الإسلامية نتاج همم عالية جدا. أذكركم بنموذج واحد من الكويت، وهو حي يرزق حتى الآن وكلكم تعرفوه، الدكتور عبد الرحمن سميط، حفظه الله وثبته الله وحسن خاتمته. شاب درس العلم والدكتوراه والطب في كندا، تخصص نادر جدا في الأمعاء، كان يمكن أن يأخذ يفتح عيادة خاصة ويربح الملايين، ما أقول الآلاف. زهد في كل ذلك واختار البعوض والبراغيث والمستنقعات الآسنة في أفريقيا ليحيي الإسلام هناك. رجل أكون مقصر إذا قلت بألف، بل بمئات الآلاف، أسلم عليه قبائل بالآلاف، رجل واحد أحيا أمة. أقول لكم قصة واحدة عنه، ذهب إلى سلطان قبيلة من قبائل في أفريقيا في أيام جدب وقحط وانقطاع المطر، فقال له ذلك الوثني رئيس القبيلة، إذا كنت صادقا فيما تقول عن الإسلام فادعوا ربك أن ينزل المطر علينا. في يوم صائف حار شديد، السماء الصافية تماما، يقول أخ الدكتور عبد الرحمن، فاستدرت إلى القبلة وقلت يا رب، ليس من أجلي فأنا لا أستحق، يا رب من أجل دينك، يا رب أمطر عليهم السماء يا أرحم الراحمين. وإذا بالمطر تأتي غمامة، والله يا أخوان تنزل المطر، وإذا بالقبيلة كلها تسلم. عندنا من هؤلاء كثير، لا نيأس أبدا يا أخوان، لا نيأس يا أخوات، عندنا من هؤلاء كثير في عصرنا الحالي، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. السؤال
ما العمل مع الطفل الذي ينتظر دائما أن يقول له والده ما يجب عليه أن يفعل في حياته اليومية؟ الطفل عمره 10 سنوات أو 15 سنة، كيف نستطيع أن ننمي فيه الهمة حتى يكون أكثر استقلالا لا عن والديه؟ معنى المعنى. يا أخوان يا أخوات، نحن في كثير من الأحيان نجرم بحق أبنائنا. أنا عندي كتاب اسمه كيف تصنع من طفلك نجما، وعندي دورات كثيرة في هذا الأمر، صناعة النجوم، صناعة النجوم، كيف نصنع من أبنائنا نجوم. هناك طبعا سلسلة كبيرة من الخطوات التي نقوم مع أبنائنا، من أهمها أن لا نعودهم على أن يقولوا نعم لكل شيء، أن نربيهم على قولة لا. من يصنع كلمة لا هو القائد، ومن لا يعرف إلا نعم هذا هو الإنسان التابع الفاشل في الحياة. إذا عارضك ابنك في أمر ليس من الحرام والحلال، قدر هذا الأمر ولا تجعل ترغمه على أن يطيعك في كل شيء أو يمتثل لك في كل شيء. احترم رأيه واحترم صناعة القرار فيه، حاول أن تجعله يشتري حاجاته بنفسه، يختار ملابسه بذاته، قوي الشخصية عنده. إياك أن تحطمه بالكلام يعني المحبط وبالاستهزاء، إنما شجعه دائما. اسمعوا معي ماذا يقول الحسن رضي الله عنه، سيد أو سارة أهل الجنة، يراه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، خطبة الجمعة، هو مع أخيه أو هو وحده، الحسن رضي الله عنه، يتعثر في ثيابه، ينزل رسول الأمة قاعد ينزل ويحمل الحسن ويضمه إلى صدره ويضعه أمام المنبر. من يفعل هذا الأمر؟ فيقول الناس كلهم صحابة إنه سيد، اللهم أحب من يحبه. يسمع الطفل الكلام من أبيه أمام الناس، هذا كيف يخرج؟ هذا كيف يمشي؟ مثل أبي يقول أنت يا حمار مكرم السامع، أنت فاشل، ما منك فايدة، غير الأب يقول نعم شجاع، أنت صالح، أنت أرى فيك القيادة. هكذا نريد أن نربي أبنائنا، لا نجح ما يعتمدون على أنفسنا، علينا بكل شيء. نشجعهم الكلمات الطيبة، ننصحهم يصنعون كلمة لا بما يضرهم وما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. يعني نشكر شيخنا تاني مرة ثانية، احنا باقي معنا دقيقتين اثنين، ومطلوب مننا ان احنا نعمل سحب على الجوائز. شيخنا اختار لنا